كوزير شباب ورياضه، التعامل مع محمد صلاح في المنتخب كان ازاي؟ اعتبرينه ان هو يعني زي ايقونه السعاده والحماس والشيء اللي ممكن فعلا يبقى جديد، بحيث ان مصر توصل لكاس العالم 2018 بعد حوالي 28 سنه ما وصلناش كاس العالم من 1990. هل معليك يعني تفكر او يعني تحن لكرسي الوزاره مره اخرى؟ كرسي الوزاره بيبقى مرتبط بما تريد ان تحققيه من نجاح. كمشجع زملكاوي او كمحب للزمالك، يعني راي معليك ايه في المشاكل الاخيره في الزمالك اللي اثرت طبعا على جميع الالعاب؟ حينما تتعرض لاي مؤسسه رياضيه الى مشاكل، لابد ان المؤسسه دي تقعد وتدرس الأسباب الحقيقية. ممكن نشوف صلاح وزير شباب ورياضة في مصر، مدير فني للمنتخب، ولا مدرب في البريمير ليج، ولا ممكن بقى نشوفه بعد خالص عن المجال وبقى بيزنس مان؟ لما جه كابتن جوهري مثلا وصلنا كاس عالم 90 وقف الدوري، هل النهارده حد يقدر يلغي الدوري المصري وياخد الفريق بتاع المنتخب ويشتغل بيه؟ اسم معاليك من اوائل الاسماء اللي بتطرح في الانتخابات. بمنتهى الامانه، رئاسه نادي الزمالك ده شرف كبير، ونادي الزمالك دي مؤسسه رياضيه انا بعشقها. قال ان هو ليه اراء في ان هو يعني يضم لعيبه، يغير مدير فني. طريقه مثلى لانك تعمل منتخب قوي ان يكون عندك لعيبه كبيره او عدد كبير من اللعيبه المحترفين موجودين في انجلترا وفرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليا. هذا الكره هو اللي بيدير اللعبه. وزارة الشباب والرياضة هي شيء مساعد لاتحاد الكرة. بالنسبة للتحكيم فأنا قلبا وقالبا مع الحكام المصريين. لما بعرف مثلا إن في ماتش ما بين إيطاليا وشيلي بس الحكم مصري، بدور على الماتش اللي بيحكمه مصري وأهتم بيه. إمام عاشور لاعب الزمالك السابق انتقل إلى الدنمارك، ويعني يقال إنه اللغة دلوقتي ممكن تكون عائق شوية عنده. ممكن يكون عندي شيء من الإرادة. ما أقدرش أدعي إن كابتن محمد صلاح لما سافر كان بيتكلم لغة كويسة. المثابرة والصبر والجهد والإصرار على تحقيق الحلم اللي أنا عايزه.